يعني ذا 60 سنة شنو بطل ابن الأوادم؟ يعني شو 60 سنة خراف؟ لا مو تخراف، يعني هي دراسة. كل الناس اللي يستخدمون السوشيال ميديا بصورة عامة أعمارهم تكون من 16 سنة إلى 30 سنة. لما الإنسان يكون أكبر من 30 سنة ما عنده وقت ومجال يشوف مقطع فيديو أو يسوي مقطع فيديو حتى العالم تشوفه. مو فت فرق 35 عمره؟ لا فرق يعني هي هاي، يعني انه السوشيال ميديا اعمارهم بالعكس. هو هسه انت تحكي حكي باوع، ايش قد باوع مثل هي بهذا التيك توك، هو عمره 20 و30 سنه ينشر فيديو ما تعرف شنو اصلا من بدايته، ما ادري هي يضحك ما ادري يبكي شنو الموضوع ماله ما تفهم شنو، بس يصير ترند الاف المتابعين عندهم، تطلع بنيه ترقص تجيب مليون مشاهده. لا تحكيها البنات، يعني هذا شعراتي ها بيسألوني عن شعراتي، شعراتي هو طبيعيات وأنا بصبغهم، تحكي بصبغها ما أعرف إذا ما أصبغ شعراتي طبيعيات و ألف متابع ما أدري 10,000 متابع و10,000 لايك على من؟ على مود شعراتي، بس أنا مو عندي فيديو مال شعراتي، طبوا علي هذا وشوفوا إيش قد ماكو ما حد، لا حد يبغى عليه يا شرطة واحد يبغى عليه